مرحبا، معكم مدام راديا. راح نديرو تطبيق بغوشينك من الصفر للمبتدئات 100%. تبداو تنشفوا شعر 80% فوق شعر الأملس كيما هذا، وديروا له كريمة اللي راح تغديه وتحميه من الحرارة. ونروحوا نقسمه من الأذن إلى الأذن، الجزء الأمامي، ثم نبداو نخدمه من الخلف كيما راكم تشوفوا. نجيبوا مشط خاص للشعر الأملس اللي راكم تشوفوا في هذا، كاين أنواع بزاف منهم يليق للشعر الأملس اللي عندهم الجذور تاعهم ماشي بوكلي وماشي فخيزي. ولكن نوري لكم الطريقة لهنايا في هذه التقنية كيفاش تجبدوا الجذور، كيفاش تتحكموا في الجذور وتكسلوهم. إذن لهنا الغرض من التطبيق فوق الدمية هو الدمية مش راح تخليكم تخافوا، ما تنطق، ما تقول لك جبدتيني، ما تقول لك حرقتيني، ما تقول لك. ماشي كيما إنسان لما تتعلمي فوق موديل حقيقي راح تقول لك حرقتيني وجعتيني، جبدتي. كمبتدئة بطبيعة الحال راح تحرقيها وراح توجعيها، إذن راح تزيد لك في الخوف. دونك باش تتعلمي بطبع وما تخافيش، اتعلمي فوق الدمية صامتة ثابتة، ويديك راهم يتعلموا كل يوم. تغسلي لها شعرها وتعاودي، تغسلي لها شعرها وتعاودي حتى نهار تمشي يدك وتروحي تصيبي خدمة في صالون دو كوافير ولا كاين بزاف. فوالا هذه هي، شوفوا طريقة الجذور كيفاش تجبدي الجذور، تلوي الشعر على لابغوز وغير تشوفي الجذور رقدوا يعني ولاو شابين، الحراشيف تاعهم حبطوا، تروحي تحطي لابغوس من تحت وتكسلي شعره. نعاود لكم خصلة، أنا درت لكم كامل الجوانب، يعني كل جانب راحين نشوفوه مع بعض. شوفوا الجذور، هذه هي الطريقة الصحيحة باش تجبدي الجذور، تلوي شعر فوق لابغوس، ومن بعد ديري الشعر كيما راكي تشوفي هكذا باش تجبدي الاطوال، يعني باش تكسلي الاطوال كيما راكي تشوفي. سي شوا ما تقربيهش بزاف بزاف، حنا رانا دايرين بروتيكتور دو شالور حامي الحراره، ولكن انت تسيي ما تلصقيهش بزاف. دوك نروحو نشوفو جانب واحد اخر، نروح نشوفو من الفوق. هنا كي تقول لك الزبونه حبيت الفوليوم الكثافه، ما نحبش شعري مبلاطي يعني ما مبسط هكذاك، الوغ تروحي تمشطي لها بالعكس الفوق 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 الفوق، ومن بعد تعاودي تحبطي شعر هذاك يخرج لها كثافه جميله في اعلى الراس. لهنا الجانبين ما تنسوش دائره الوجه كيفاش تجبدوها، تحطوا لابغوس من تحت وتجبدوا لها دائرة الوجه. لهنا نروح للغرة، الغرة نخليها هي الأخرى. شوفوا لهنا طريقة كيفاش قسمت، هنا طريقة كيفاش تجبدوا شعر الطويل كثيف لهنا باش ما يجيهاش مبلاطي مبسط. لهنا تروحوا تمشطوا للفوق بطبيعة الحال، حذاري من الجذور لازم يتكسلوا مليح. هنايا طريقة الغرة، تسقسوا زبونة ولا على اليمين ولا على اليسار. كانت معكم مدام راديا فورماتريس مكونات الحلاقات المبتدئات.